بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا وحا وكساب سنيا الله كعبسك يقفك مسلم كإله سبحانه وتعالى إنه كعبسده إله إنه هو قانسمه إله سبحانه وتعالى وحن نوع أبو ريوح ويان إله سبحانه وتعالى إنا أدوام مرضى ونقرنه إله هو قانسمه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إلى يحلي سبحانه وتعالى إذن ما نبورين إن يعبدان ما يانا وحكلا أرساق دي يبيل تون إذن كدوني ما يانا بإذن أرساقية مركا إلهي سبحانه وتعالى وحن نوع أبورين إن إلهي كعبسن، لكن إنه مو أبورين إن الدنيا انطبع عررن حي لا الدنيا دا وحن نعون لهين وحن نكون نوران لهين إلهي بإنه بلان قاضي، لكن إلهي محوين نوع أبوري إن إلهي عابدنو إلهي إنه كعبسن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. كيو الله نورمه الهي كعبسدا عبسدا الهي حق اوليهي انا ديمنن ايدنكو الهي او هوغانسن مويان الهي مركو دواقه ددك مؤمنين تا خله الهي كعبسدا عبسدا الهي حق اوليهي انا ديمنن ايدنكو الهي او هوغانسن مويان كانكم خونو قنيا هبين يا مالين بالهي كعبسو تجيرد واخ كو يمن دونتا ادو الهي كعبسنيا هداد هبين يا مالين الهي عاصدنا تجيرد واخ كو يمنيسا ادو الهي سبحانه وتعالى عاصي ayku imanaysa dabadna aad bay asxaabtu markaa u warwareen wax yiraahdeen ilaahay cabsidiisa xaqaasidee baan uga cabsanayna dabadna ilaahay wuxuu soo dejiyay fataqullaaha masadactum ilaahay waxaad ka cabsataan inta karaankiina ah la yukallifullaahu nafsan illaa wus'aha nafna lama saarin wax karay samooyay wax kale markaa ilaahay ka cabso inta karaankaaga oo ilaahay marnaba haa karanin wixii ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kugu waajibiyay iyo waxa wixii uu ku faray sida uu la kaalay wixii uu ka reebayna ka hadh marka oo fataqu llaha ma sadactum way cabsida ilaahay xaq u leeyahayna waa taa weeya wa inaan ha karanin ilaahay subxaanahu wa ta'aala cabsidiisa iyo ilaahay uu hoggaansankiisa. qaal allahu ta'aala: yaa ayyuhalladiina aamanuu ittaquu llaha wa quluu qawlan sadiida. kuwii alla nimu rumeeyo waxaad ku hadashaan qowl sawaaba. yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum, camalkiinna ayuu hagaajin waanu idiin dambi dhaafi. wayakfir lakum waman yudci illaha wa rasuulahu faqad faaza fawsan cadiima. قفك علي رسول الله تعالى وحو ليبان ليبان وين بو ليبان وكا وحو لي رب سبحانه وتعالى كو علي النبي رميو واحد كو هادشان قول صوابه مركا هادليسان تا هادليسان تا ورميسان تا شيكينيسان واحد كو هادليسان ها نوقدو شي حق يا شي صوابه يو نوقن شي بينه يو نوقن شي ادتك كو ما ويلنيسو شي اد هادي ادتك اسكو توسيسو يا شي اد سليدا كو موقو يي نوقنين شيغات كو هادليسا ها نوقدو شي حق او دب اه نوقدو دسا يشان يصلح لكم اعمالكم عمل الذين الهي وناجينيا ويغفر لكم ذنوبكم الهي ذنبي يدينا ودافيا دمر هدي الهي عملك اغا كو وناجيو ذنبغاغنا ودافو دسومالي بانين ومن يدعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قفك علي رسول الطيعال اولي بان ليمان وين ومن رضى الله يا رسول الطيعدو الهي سبحانه وتعالى الدنيا اخره والليمان بوكسينيا من رضى الله يا رسول هذا الطيعدو كان امر قادته، لكن هذا الله يا رسول خلافته الدنيا دنا سلعبات كن ولا نسا آخرنا دي عقاب يهلاك. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قفك إلهي كعب صدا إلهي حسين يا مخرج مخرج وكف كضه وكبت بعد أي إلهي السينية ما له كبحه ابكسته أوه يستو كسارية ويرزقه من حيث لا يحتسب وحكار ساقيا ميل أنو فلينين ساقط إلهي وفضيذين إياه إلهي ونبيرين إياه. ومن يتوكل على الله فهو حسب قفك إلهي تلسارتنا إلهي بكفلا. وليه رب سبحانه وتعالى قفك إلهي كعبصدا لبورنا بإلهي كساريا ما أنت عالم كاود عدويدك كسوغان أولاد لباتتا لبتا كديتك كسوغان مد نقالي مد أمني مد عافمات إيه هديال إلى هذا ميل أيكو بدبادة لاذا هاي وحا إلهي سبحانه وتعالى كساريا لبتا عدويدك لباتتا. لكن ما أوجيهم بكارس أنت مالك الأوياء عيا تذكر هذي أوجيهين الله كعبس إن وحول بلوجه لا يو تم بيحيقين لحق إلههم بأوياء عيا ففروا إلى الله حق إلههم بعرر لك لحق إلهه صيع بالك هذا عافمات كبغتان يا هذا معنا حنون كبغتان يا هذا علات كبغتان يا هذا بسارد كبغتان يا هذا خلاف يا دب دحدي ناك كبغتان ففروا إلى الله حق إلهه وياع مكوا من يتق الله يجعلهم مخرجا وفي إله كعبس ذا مخرج باي لهي السينيا دب كستا يعلو دكستا ورزق من حيث لا يحتسب ما انت ارساقت بالالهي
waan shaqalaayahay xaggana waxaan yurub loogu yaacaya daayarteeni badda iskugu gurayaan arsaaqada hesheen arsaaqad waxaad ka helaysaa dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada ayaad ka helaysaa arsaaqad halkaasi taalla imise halkan lagu dhergay intii loo yaacayo yurub iyo maraykan iyo meel lagu halaagsamay oo waxalla wax laga soo helay diin la-aan mooyaane aana jirin kuwii dalkooda joogay ee halkan ka shaqaystay ay milyandheer noqdeen kuwii xaggaasina kabala-aan iyo iyagoo qaxoontiyay iminka dib usoo qaxayaan marka wayarsukhu min xayu laa yaxtasib ilaahay wuxuu ka arsaaqayaa meel aanad filaynin waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbu qofka ilaahay tala saarta ilaahay baa ku filan in tattaqullaha yajcal lakum mufruqaana wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum dunuubakum wallaahu dulfadli alcadiim haddaa ilaahay ka cabsataan yajcal lakum furqaana ilaahay furqaan buu idin siin wuu idin furdaamin xaqa iyo baadilkaa ilaahay idin kala saari haddaa ilaahay ka cabsataan wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum dembiyadiinnu asturiyo wuu idinka dhaafi wallaahu dulfadli alcadiim ilaahay fadligiisu aad buu u weyn yahay wuxuu leeyay rabbi subxaanahu wa tacaala haddaa ilaahay ka cabsataan xaqa iyo baadilkaa ilaahay idin kala saariyo xaqana wadada cagtuu idiin saari baadilkana wuu idinka duwi laakiin haddaa ilaahay ka cabsan weydaan waad isku dawaqi weeye mar hadduu qofku ilaahay subxana wa tacaala ka cabsan waayo wuu dawaqayaa laakiin hadduu qofku ilaahay ka cabsado ilaahay arrimihiisa u dhiibto furqaan baa ilaahay siinaya arrimihiisa oo dhan baa ilaahay furdaaminaya dembigiisana wuu dhaafayaa ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisu aad buu u ballaaran yahay fadligaana waxaa lagu helayaa ilaahay oo laga cabsada ayaa lagu helayaa ilaahay oo loo hoggaansamo ayaa lagu helayaa عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم حول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا ومعان حق ردنك وهو أخضر حق إجمده إلى هنا خليفو إذن كردقى ووحو إيقيا بلوحكو عمل فشان والدنيا كبغضة dumarkana ka baqda maxaa yeele fitnadii u horeysay reer bani israa'iil ku habsatay dumarka ayuunbay kaga timid wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam adduunyadani waa macaan laga gu'i maayo ilaahay subxaana wa tacaala aynu ka cabsanno waajibaadka ilaahay subxana wa tacala aynugu addoonsadayna aynu ku dadaalno ilaahayna subxana wa tacaala sida xaqaahina waafajo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.